انا جهزت الفطار، هجيب بقى وعصير. العصير العصير ده شكله خالص. هشوف بقى العصير التاني، يا رب يكون مليان بقى عشان ما اضطرش اخرج اجيب. حلو. فيه ايه ده؟ التلاجة. ادي نصب العصير 3 كوبايات، فاضل بس كوباية اهو. الحمد لله قضى. حطه بقى في التلاجة. اميراتي اميراتي. نعم نعم يا بابا. يلا يا حبايبي عشان الاكل جاهز. الله يا بابا، ده ريحته حلوه قوي. يلا يلا نروح المطبخ. يلا اقعدوا بقى. ماشي يا بابا. شكرا يا اميراتي، شكرا. كله انتوا بقى. الله، انا بحب البيتزا، وانا كمان بحبها قوي. انا بقى بحب عصير التفاح، وانا كمان. احنا الاتنين بنحب الحاجتين دول. الله، ده طعم حلو قوي. خد انت يا بابا العصير بتاعك. ماشي يا حبايبي. الله، البيتزا طعمها حلو قوي. ده انا هخلصها في ثانية. وانا كمان نخلص بيتزا بقى، وبعدين نطلع نلعب في الجنينة. اتصلوا بالاسعاف، اتصلوا بالاسعاف بسرعة. حاضر حاضر يا بابا. اسعاف، تعال على قصر الامير بسرعة. انا اتصلت بالاسعاف. هو جه؟ لا لسه. خلاص، لا مفيش وقت، الاسعاف اتاخر قوي، احنا لازم هنروح بعربيتنا. يلا يا بابا اطلع البس. حاضر يا بنات. بابا البس عشان اروح بسرعه عشان انا تعبان قوي. يلا يا اميرات. يلا يلا يا بابا. يلا يلا يا بابا بسرعة. ماشي ماشي جيد. احنا قربنا نوصل يا بابا. ايوه يا حبيبتي قربنا وصلنا. عايز اقول لك حاجه، بس انا وانت لوحدنا. اميراتي. نعم يا بابا. انتوا روحوا للبيت وانا هاجي لكم. ماشي يا بابا. نعم يا دكتور. في ايه؟ الاميراتي ماشي. انت مصاب بمرض، لازم تاخد العلاج عشان المرض ده يمشي، عشان تخف. هروح اجيب لك الدواء واجي. ماشي يا دكتور. وانا لو مت مين هيهتم بالاميرات؟ انا اتخذت قراري. بعد 3 ايام. الله يا بابا، انت الحمد لله خفيت. فرحانة يا بابا قوي ان انت خلاص هترجع البيت. وانا كمان. هو الدكتور قالك ايه يا بابا اول ما انت كنت تعبان؟ قال لي قالك ايه يا بابا؟ قال لي ان انا مصيب. الدكتور قال لي انه انا كنت تعبان شوية وهخف. هي بابا هيخف. يلا بقى يا بابا نروح البيت. يلا يا حبايبي. بنبقى نركب عشان نروح البيت. يلا يا بابا.
يا بنات. نعم يا بابا، انا عايز اقول لكم على قرار، بس لما نروح البيت. قرار ايه يا بابا؟ لما نروح البيت هقول لكم. ماشي يا بابا، يلا. يا بابا كنت عايز تقول لنا على قرار ايه؟ القرار يا اميرات انه انا هتجوز بنت عمي. ايه؟ لا يا بابا، دي شريرة يا بابا. لا يا بابا، لا دي شريرة. ايوه يا بابا، شريرة جدا. لا يا بابا، مش هتتجوزها. ما انا خايف ان انا اموت ومحدش يهتم بكم وتبقى انتوا في بيت واحد. فانا بقى ايه، فخطرت لي الفكره دي عشان اتجوزها، عشان اما اموت ولا اي حاجه تكون حد بيهتم بيكوا يعني. لا يا بابا، لا يا بابا، ان احنا نقعد في بيت كبير لوحدنا احسن ما نقعد مع الست الشريره دي. لا انا خلاص هتجوزها وهروح اجيبها من البيت. امتى؟ بكره. يلا بقى اطلعوا نام. ماشي يا بابا. انا كده انا عايزه اقول لكم على الشروط بتاعتي. اول حاجه، تصحوا بدري وتناموا بدري، ومفيش دوشه، وما تعملوش صوت، وتنظفوا المطبخ والبيت. وتاني شرط، ما تقولوش للامير على الشروط اللي بيننا دي. ماشي، اتفقنا. هاتيلي الدكتور بسرعه، انا مش قادر. حاضر حاضر يا دكتور. انا قلقانه قوي على بابا، يا ترى الدكتور هيقول ايه؟ ان شاء الله يطمنا. الدواء اللي انا اديتهولك ده لازم ياخده بانتظام، يا اما حالته هتسوء اكتر. حاضر يا دكتور. انا مش هديله الدواء، انا اصلا عايزاه يموت عشان انا اخد بقى املك القصر واخده ليا. انا هحطه هنا كده. هو بابا كويس؟ هو نايم دلوقتي. انزلوا دلوقتي تحت. ماشي. طب ممكن ادخل الحمام؟ ماشي ادخلي. ايه هو؟ ايه ده؟ ده دواء، ده شكله دواء، بس هو اكيد مش دواء بابا يعني، اكيد اكيد مش دواء بابا. النهارده معانا ان احنا نشوف الكاميرات. انا بستنى اليوم ده عشان نشوف الكاميرات. اول كاميرا هنشوفها ايه؟ اول كاميرا هنشوفها بتاعت الحمام، عشان انا شفت دواء في الحمام، بس انا قلت اكيد دواء مش دواء بابا. يلا بقى نفتح. انا مش هديله الدواء، انا اصلا عايزاه يموت عشان انا اخد بقى املك القصر واخده ليا. انا هحطه هنا كده. انا مش مصدقه، دي مش معقول، ده ما بتديش لبابا الدواء. ايوه طبعا، يلا بسرعه نروح للسواق بتاعنا نخليه يودينا للمستشفى بسرعه عشان نجيب دواء غيره. ماشي يلا. ايه ده، انتوا طالعين من القصر ليه؟ عشان احنا لازم نروح المستشفى بسرعه دلوقتي عشان نجيب لبابا الدواء. ماشي يلا. مرات بابا ما بتديش لبابا الدواء، واحنا قلنا لازم نروح للدكتور بسرعه ونقول له يجيب لنا دواء غيره. ماشي. طب انتوا عارفين اسمه؟ بس بسرعه والنبي عشان بس. ماشي، احنا قربنا نوصل اهو. يلا ادخلوا. ماشي. دكتور. نعم. ممكن بس تجيب لنا الدواء اللي انت كنت مديه لبابا المره اللي فاتت؟ عشان هو مخدوش ولا مره. ليه ازاي لازم ياخده عشان يخف؟ يلا خدوه. ماشي شكرا.
يلا يلا تعالوا اركبوا بسرعة. ماشي. جبتوا الدواء؟ ايوه جبناه الحمد لله. يلا بقى من لو سمحت امشي بسرعة عشان نروح لبابا. ماشي. يلا احنا وصلنا. ماشي يلا. انا اجي معاك اساعدكم. ماشي يا عمو تعالى. ايه ده انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ سواء انت بابا. بابا خد الدواء. ماشي حبيبتي دي. ايه دواء؟ دواء؟ لا ما تدوش الدواء. مش عايزه تديني دواء ليه؟ هي يا بابا ما كانتش بتديك الدواء قبل كده. اخرجي من القصر دلوقتي. شكرا جدا ان انت ساعدت البنات.